تبعد يعني الى وليد اعطيتها العقاب، ايش بيقول لي اقل من وليد؟ صح، واللي اقل خبره وكذا. بعدين خلينا نرد على عوامل المجتمع الان عندك انت كفريق. لما انا اشوف انت جايب المدرب الروماني مدرب الاتفاق السابق ولا كولو مدرب اللياقه، الان عندك لاعبين صاعدين ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني عيني عليهم بارده يعني شريده شريده. عندك الان ناصر القحطان، هؤلاء لاعبين. عندك الرفاعي تكلمت، عندك هادي خميس منتخب اول، الان عندك فهد عوض، وليد علي، يعني في بعض النجوم الموجودين الان. انا ليش قاعد اقول لك بدا الحاله الفنيه اللي عندك ترتفع؟ ليش قاعد ترتفع؟ لان الاسماء خذت حاصلها. كان قبل سنتين يعني اسمح لي يعني هادي خميس لاعب زين بس يعني لك انت فقط، ما يعني 13 نادي، لكن الان لما يلعب اي نادي ضد نادي الكويت دير بالك من هذه. وصارت في توليفه ما بين الشباب وعناصر الخبره والمحترفين. على طار المحترفين اخونا حمود الفضلي يسال سؤال، صباحكم ابو خير جميعا. سؤالي لابو خالد، مدى الاستفاده من البطوله الوديه؟ ابو خالد جاوب على هذا السؤال، لكن يقول لك هل المدرب ثبت على المحترفين ولا في نيه لمحترفين اخرين للتجربه؟ محترفينكم اللي تعاقدتم معهم مؤخرا، في نية لتثبيتهم او في هناك فكر انك تحترف يعني توقع وياهم عقود؟ شوف ابو طلال، خلني اكون صريح معك، انا هذه في وجهه نظري، كويت قادسيه عربي، اذا اجيب لاعب عشان يجربه انا اعتقد احنا في المسار الخطا. بغض النظر انت عندك امكانيه ماديه، عندك امكانيه فنيه، عندك لاعبين على مستوى عالي، انت نادي كبير، نادي قاعد تنافس خارجيا. يعني الان القادسيه قد يعني احتمال اذا فاز اليوم اخذ دوله الجزيره، جزيره واهلي السعودي وكره قطري، نادي الكويت فاز على بنياس وعلى السموحه المصري، يعني افضليه خليجيه لنا. يعني عزيز انت تتكلم على عقليات، انا اجيب لاعب اجربه؟ ما شوف يعني صعبه، يمكن بالسابق تصير، اما الان انسان كل يعني انت احنا نصعد، احنا قاعد نصعد، يعني صح يمكن رياضه في الكويت قاعد تنزل، لكن انا اكلمك احنا كطموحنا نصعد، اجيب لاعب اجربه صعب. فردك واضح ان انت بعدين مو التجربه، انت خلاص اثنين منهم اساسيين بمنتخب تونس. روجيرو يعني افضل محترف في الكويت فضل الله، وحسين بابا من افضل بس كان في تردد ابو خالد على تجديد عقد حسين بابا، مثل ما عرفنا من خلال وسائل الاعلام انه كان في تردد اجدد ما اجدد عقد حسين بابا. شوف ابو طلال انا بكون صريح لان انا تعودت الصراحه، حسين بابا اخ قبل يكون لاعب، يعني وليش علاقتي مع حسين بابا وحتى علاقته مع ابو علي. صحيح. احنا نطمح للافضل، إذا كان في لاعب أفضل من حسين بابا هذه ما فيها مستحيل، ما في مجاملة. حتى حسين بابا أنا كنت أقول له هالكلام، يعني يعني هالكلام هذا مو غريب على حسين، يسمع الكلام ما راح يستغرب، قلنا له نعم نحن ننتظر الأفضل، خاصة بطلال أنت محصور لاعب آسيوي، آسيوي صحيح، أنت عندك بطولة آسيوية في شهر 9 وفي شهر 3. صراحة في بكل أمانة لم نجد لاعب أفضل من حسين بابا، لاعب يجيد الباص الطويل، لاعب قيادي ويلعب في أماكن متعددة، يلعب أماكن متعددة، علاقته مع اللاعبين علاقة قوة وعنده خبرة في الدوري المحلي عندنا. يعني خاصة عزيز يعني احنا يعني لازم نعترف، يعني إصابة يعقوب سببت لنا صحيح أزمة، الله يقومه بالسلامة، نتمنى احنا ما نتأثر، ولكن هذا يعني هذا الحق، يعني يعقوب ما بيقول يعني مستوى يعقوب قيادة يعقوب بالملعب، يعني انا اقول لك عزائي الوحيد في وجود حسين حاكم، لان حسين حاكم بكل امانه كل مكان يلعب فيه مكافح بنواف كل مكان يلعب فيه ياخذ 10 من 10. فالان هو قاعد يلعب مع حسين بابا قلب دفاع، وايضا فهد حمود، فهد نصاري، يعني لاعبين التشكيله قلت الخطه كلها لا لا يعني ما في شيء تخش وليد تباشر وديه مع تضامن لا بس صعب، يعني قاعد يعني اخوي عادل يقول احنا والله افضل لنا ان ما نلعب بالسوبر لان فلست منه ولا لا اه اي هو خالد بايوز لازم يعطيك هذه اي عشان عرفت خذيته مكانه الحين اعتقد انا ما نبي منور اعتقد هو يفكر اقول هو ما يفكر بمباراه السوبر الان هو عنده الاصعب هو اجتاز يعني انا بقول خصم اللدود القادسيه في الان هو عنده مباراه يوم 18/9 امام الوحدات الذهاب عدل صح في الاتحاد الاسيوي اعتقد هذه مباراه مفصليه نادي الكويت يعني شوف اخرج فريق نادي القادسيه وهذه السنه الثانيه صحيح على التوالي وهذا شيء صعب يحدث صحيح في تاريخ الكره الكويتيه ان غريمين يعني يلتقون في لأن سنوات الحكام من برا صراحه ها لان الحكام من برا شنو الحكم من برا انا كان بقول تقول لا قصده ويد انه مثل ما لا لا مثل ما عادل صريح انا ترى يعني لقاء ولا قاعد مع ربعي نفس كلامي يعني بس انت لا تقول التلفزيون ولا الكاميرا انت ابو حمود قال للسنه الثانيه على التوالي سنة 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 في كاس الحكام من برا احنا على لا يلتغون انا قصدي اي بس هو قال لان الحكام من برا لازم الحكام فزنا اي نعم اي انا لما اقول انا فزت مرتين على التغينا مرتين يعني
صح اوكي إيه؟ انت ليش انا اول شيء اقول امنيتي اول شيء يعني الاتحاد الحمد لله كل ما بيسوي شيء يعني يطمح للافضل مثل ما نادي الكويت انه كل سنه من ناحيه المحترفين من ناحيه حتى المكافآت اذا حقق فريق انجاز. انا اتمنى الحين يعني حتى بدول الخليج مو احنا اول دوله بنسويها سووها قبلنا واحنا سويناها قبل كم سنه نطلب حكام اجانب مباريات القويه يجيب حكام اجانب شو المشكله يجيب حكام خليجيين لا تحط حكم كويتي لو حكم كويتي يصير على الحكي لو كان زين احنا نقول لو كان زين يصير على الحكي احنا مثلا مباراه كويت القادسيه عربي القادسيه كويت وكاظمه قادسيه وكاظمه عربي كاظمه شو بحكمون على حكامنا عارفين يعني كم مباراه يعني المباريات اللي ذكرتها يعني المباريات القويه معروفه منهم عندك اربع انديه ما يخالف بينهم وليد اوكي يعني اربع مباريات اربع فرق عزيز انت ما قاعد تسوي معجزه السعوديه قاعد يسوون كذي مو صحيح ممكن وليد مساعده صديق مو صحيح شوف عندي فاصل اعلاني انا بتاكد من وليد تحت الهواء وبنسمع جوابه لا قدام العالم ما راح اكلمك بعد فاصل بعد الهوا بسمع هل يقصد ان القادسية يفوز على الكويت بفضل الحكام بعد الفاصل لا انت من جديد نرحب فيكم مشاهدينا يمكن درجه الحراره برا الله ما لك الحمد والشكر 50 اي 50 لكن احنا هنا 50 تحت الصفر لان الاستديو فشوربه العدس اللي يبها الكابتن حمد محمد بن نواف من ألذ شوربات العدس وتعطي دفء في الاجواء مع سخونه التعليق اللي بعلقه على انه بقوله وليد علي بس قلت عشان بس اقول لك شغله وانت لك المايك وانت الضيف انت اللي بتجاوبني بس عشان انا لا اسيء فهمك ولا المشاهد الكريم انت قلت القادسيه فزنا عليهم في الاسيويه لان الحكام من برا البعض حين ممكن يسمعك ويفهم من كلامك ان القادسيه ما يفوز عليك هنا الا بجهود الحكام وانا شخصيا ارفض هذا الموسم اللي طاف طبعا احنا يمكن لعبنا 5 لعبات خسرنا 2 وفزنا 2 على القادسية وما فازوا 3 لعبات اول العام لعبنا هم 5 مرات او اربع خمس مرات خسرنا مرة تعادلنا مرة فزنا 3 مرات بس موسم الطاف كانت لها ظروف ان المحترفين صراحة يعني قدام مدير الفريق لا ما ساعدوا خليك بالاحصائية اللي قلت ليها اول العام فزت 3 مرات ايه. الموسم الماضي فزت 2 من اصل 5 وخسرت 3 الموسم الطاف ما ادري بالضبط ما ادري بس خلصنا يعني اللي فزت فيهم كان حكام من برا ولا من الكويت لا من الكويت انا شنو انا صفر يعني حكام من برا ولا من الكويت بس صح بس هذا صفر يعني ما في مجال مو 1-0 لا سؤال لا بس سؤالي واضح عشان اخر جاي إيه انا اللي اقول حكام من برا ولا من الكويت كان احنا يعني دورينا انا خلنا اقول لما يوم محترفين حتى عصام جمعه ويوصلهم حكي يعني يدرون لما يلعبون موسم مثلا عصام ما يدري خلي يلعب موسم راح يعرف مثل ما حسين بابا طلال يوسف يقولون انت اقوى دوري بعد الدوري السعودي ولكن الاعلام له دور ترى الاعلام مثلا لما تسوق الدوري الكويتي كل نواحي مو بس يعني الاعلام الجوائز اللي تحطها بالملعب صح. الارضيه ترى هم المنشآت امور وايد انا ما بديش تفاصيل هالاشياء تقوي الدوري انزين احنا ما عندنا هالاشياء ولكن المستوى اللي داخل ترى يعني محترفين يعانون مع فرق اقول مو فرق يعني احنا ما عندنا الحمد لله ان فرقنا كلهم نفس الشيء ولكن مع الفرق يعني مثل تضامن فحيل يرموك احنا نعاني يعني انت وين وديتني انت وين وديتني انا قاعد اسالك انا بس بوصل لك شغله عشان ادش لك بالموضوع على طول روح لي موسم الطاف احنا لما نلعب مع القادسية اول شيء حكم ناصر العنيزي بس مع القادسية والكويت هو موجود طول موسم انا ما ادري عنه بس اشوفه من القادسية هذا شغله واضحه قدام العالم بعد انا اجيب لك شريط راح يطلع حكم ثاني ناصر العنيزي زين نلعب وليد علي لازم ينطرد تدري انا قلت والله لو احط بلاستر والعب بالملعب ما اشر ولا شيء انطرد بين الشوطين انطرت الله يعلم شنو وانا قلت قناه الثالثه برنامج اقول برنامج ولا بعد دعايه بعد قناه الثالثه ولدكم برنامج كافي رياضي قلت طلعوني وانا حط ايدي على القران بعد قران واحد يحلف اذا انا طلعت شباب تيصير فيني بعدين والله الحلقه نروح البيت مسالم بس طبعا قادسية اخواننا يدرون احنا منتخب الحمد لله اللاعبين احنا شوف يعني انا بس اوصل حق الجمهور لا تفكرون ان قادسية صح ترى اي دوله فريقين ينافسون بعض تصير حزازيه وكذا بالملعب انت شوف ريال برشلونه باسبانيا قاعد ياخذون بطولات بالملعب كنا ما يعرفون بعض بس بالمنتخب وشاهد ابو محمد شوف علاقتنا احنا مع لاعب القادسية شلون بس عشان ايه اقول لما صار التقينا مثل ما قال محمد مرتين صدفه صارت مرتين دور 16 اخر ثاني مره
احنا تمنينا المباراه القادسيه، لهذا احنا ما نبي فريقين كويتيين صراحه يجاملون بعض، ان شاء الله كنا نبي بالنهايه احنا كنا نبي دور 16 مع القادسيه، لان عانينا هالموسم مع القادسيه لو شنو تسوي ما تفوز مثل ما اوكي الفوز بالمغرب في اشياء ما تخليك تفوز، لو انت قدام الجول ما راح ما راح تقول يصير لك اي شيء تسلل ولا شيء يعني ما راح تفوز، يعني خلصك انك ما تفوز على القادسيه. انا ليش اقول ابي حكم من برا؟ عشان تشيل اللغط اللي صار على الحكام، هذا شغله. يوم دور 16 تمنينا المباراه القادسيه عشان نوري العالم، يعني احنا مو قلنا الفوز بالمغرب قبل المباراه، قلنا نبي المباراه القادسيه وراح نفوز، نبي نبين حق العالم ان نفوز على القادسيه. بس في سبلنتيات انت في سبلنتيات كنا احنا الطرف الافضل، احنا بالمباراه كل شيء سوينا يعني خذينا راحتنا بالمباراه. اهم القادسيه يقول لك احنا الطرف الافضل، الحين يخلي ابو الحكام الجانب النفس راح نسوي نفس ما صار دور 16. في ظل الحكام الكويتيين انت فزت على القادسيه مرتين نفوز، يعني مثلا السوبر يعني انت لما يكون شو انا قاعد اتكلم عن القادسيه ترى نادي كبير اكيد لازم تصير لاعبينهم يعني اكثر اللاعبين من اللاعبين المنتخب اي يعني فريق يعني كبير ونادي بطولات نادي القادسيه يعني ونادي العربي انت تدش وياهم تدش مباراه 50% 50% ما تجي من الفوز بس احنا في مباريات اللي فزنا فيها احنا داشين 90% الفوز لنا يبين من اول دقيقه جميل خليني بس اوصل بس على الاشياء ما تصير وياك كل مره لان انا بس هني ولا يهون الكباتن هم كلهم ان شاء الله يديرون الحوار بس لان انا يعني ملقى على عاتقي هذه الشغله حكامنا الكويتيين أنا على مستوى الشخصي في برنامجنا بس مع القادسية لكم الاحترام والتقدير والحشيمة وهذه آراء لجنة الحكام في الاتحاد من له رد لا حق الرد في أي وقت لا أنت قاعد تكبر ترى كلام هذا يعني لا بس أنا قاعد أحمي نفسي كبرنامج الكابتن ناصر العنزي أنت أيضا لك الحشيمة والاحترام والتقدير كون ذكر اسمك لك الرد أيضا لك حق الرد اللي شوف الحين انا مو متفق ولا مختلف مع وليد يبقى رايه محل تقدير هذا شوي واضح لا انا بالنسبه لي راي بس خل اوصل جزئيه ابو عزيز اوصل جزئيه انا اللي يحزنني الحين شو اللي يحزنني ان نجم مثل نجم مثل وليد علي يعني قائد منتخبنا وقائد نادي الكويت كابتن انزرع في ذهنه هذا الشيء ان الحكام او بعض الحكام يوقفون في دربنا في نادي الكويت امام القادسيه او امام اي فريق اخر مثلا هذه الشغله اللي صارت وصلت عند وليد الا ما وصلت عند بعض الناشئين او الشباب الصغار هذه مسؤوليتك يا ابو خالد انك تقدر ترفع عنهم هذه الشغله ولا الموضوع طلع من ايدك وسبب بعض الاخطاء التحكيميه شوف